أعزائي المشاهدين، تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. في حلقة سابقة تحدثنا عن الوضعية الصحية والاجتماعية للشاب محمد رمين والسيد محمد، شرحنا ظروفه الصعبة وأوضحنا حاجته لمساعدة إخوانه المحسنين، وكما عودونا دائما لم يتأخروا في ذلك. لنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على أبو رحمة العالمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا المبلغ المشيت لأخوكم هذا اللي في هذه الوضعية سالم، ولا يشفيه وشفاء لا يغادر سقما، سالم رب العالمين الذي يقول الشيكم فيكون أن يشفي أخانا هذا وأن يجازي إخوتنا وأخواتنا في الداخل وفي الخارج المشاول هذه الفضة، هذه العشر الأواخر من رمضان الإنفاق فيها مطلوب والقيام فيها مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون، أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتي جبريل في دارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لا تفوتكم فرصة رمضان تنفقوا على أخوتكم المرضى اللي فيهم هاي الأمراض، سالم ولا يشفيهم منها ويسلك من المسلمين كاملين، سينه السميع العليم. وبارك الله إن شاء الله تعالى نتكلم مع أخونا هذا محمد لمين السيدي محمد. سالم ولانا يشفيك يا ربي وعافيك ويحلي عليك ويعطيك مرادك في الدنيا وفي الآخرة ويجازي أخوتك هذا بخير اللي مشاو لك هذا. جاتك 100,000 فقية من عند رجل في نواكشوط سلمها لنا رجل آخر، وجاتك 37,500 من عند جماعة من جاليتنا في أنغولا، طبعا وامبو بواسطة حانوت محمد السيدي كابيتال. جاتك 64,000 مع الجماعة من جاليتنا في أنغولا بواسطة حانوت محمدية لتحويل الرصيد، وجاتك تحويل وجاتك 132,750 من عند مجموعة من جاليتنا في الكونغو بواسطة الكونغو طبعا برازفيل طبعا بواسطة الحانوت رقم R116 في كابيتال. جاتك 21,000 من عند رجل من جاليتنا في الإمارات بواسطة ولاتة C37 سوق الحرمين، وجاتك 43,000 من عند رجل من جاليتنا في أنغولا بواسطة حانوته محمد السيدي، وجاتك 20,000 من عند رجل من جاليتنا في ساحل العاج بواسطة بقالة قرب المسجد، وجاتك 10,000 من عند رجل من جاليتنا في أنغولا، وجاتك 50,000 من عند رجل من نواكشوط سلمها لنا قرب المسجد، وجاتك طبعا الفقية من طالبتي بوحديدة. نعم. جاتك 24,020 فقية من عند رجل من جاليتنا في ساحل العاج بواسطة حانوت سوق الخشب اللي هو سوق الجلف، وجاتك 23,076 وقية من عند رجل من جاليتنا في أنغولا بواسطة حانوت عكاظ التجاري، جاتك 5,000 من عند رجل من عند امرأة في توجوني بواسطة طبعا هذا غزة النسوين، وجاتك 10,000 من عند رجل من في النعمة بواسطة وفاة لكم، وجاتك 7,142 من عند رجل من جاليتنا في أنغولا طبعا مش مبلغ يوزع، وجاتك 10,000 من أعطاها لنا رجل في الحانوت C5 سوق تشيت، جاتك 5,000 دفعها لنا رجل الحانوت C4 سوق تشيت، وجاتك 12,000 من عند رجل والله امرأة من جاليتنا في الإمارات عن طريق دبي بواسطة طبعا الإمارات دبي بواسطة المسار تلكوم، جاتك 10,000 من عند رجل من جاليتنا في أنغولا وصلت من قيرو عن طريق غزة لكم، جاتك 115,000 جاتك 15,000 من عند رجل من جاليتنا في الكونغو بواسطة حانوت الطيب والسالم، جاتك 1,000 وقية من عند رجل في نواكشوط بواسطة حانوت A4 كبيتال، وجاتك 500 من عند امرأة في الحانوت طبعا من بواسطة الحانوت آكت أربعة مرة كابيتال، جاتك 5,000 من عند رجل بواسطة الحانوت رقم A4 كابيتال، وجاتك 5,000 أخرى
من عند رجل بواسطتي الحانوت رقم 4 سوق كبتال، وجاتك 1500 أخرى من عند رجل مالي بواسطة الحانوت 4 مرست سوق كبتال، وجاتك 1500 أخرى من عند امرأة في الحانوت يعني عن طريق الحانوت رقم 4 سوق كبتال آكت سوق كبتال، جاتك 5000 من عند امرأة في نواذيبو عن طريق غزة تيليكوم، وجاتك ملي الفوقيه من عند مره اخرى في نواكشوط عن طريق غزة تيليكوم، جاتك 6000 من عند رجل في نواكشوط عن طريق غزة تيليكوم، وجاتك 22500، جاتك 22500 من عند مره في الداية 13 نواكشوط طبعا عن طريق غزة تيليكوم، وجاتك 3000 من عند مره في الداية 17 عن طريق غزة تيليكوم تلكم تنسوين طبعا، وجاتك 25000 من عند رجل بين واكشوط أرسلها لنا عن طريق غزة تلكم تنسوين طبعا، وجاتك 5100 عن طريق رجل بين واكشوط عن طريق غزة تنسوين، وجاتك 10000 من عند رجل عن طريق طبعا بين واكشوط عن طريق غزة تنسوين. جاتك 5000 من عند عندي أحدهم اللي هو رجل امرأة في نواكشوط عن طريق غزة نسويلم، وجاتك 30000 من عند رجل من جاليتنا في إسبانيا بواسطة غزة نسويلم، وجاتك الفوقية من عند رجل بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 50000 من عند رجل من جاليتنا في أنغولا بواسطة محمد سيدي، وجاء حانوت محمد السيدي في كبتال، وجاتك 5000 من عند رجل والمرأة بواسطة غزة تنسويل طبعا عند رجل والمرأة في نواكشوط، جاتك 5000 من عند مرأة في الكسار بواسطة غزة تنسويل، وجاتك 2000 وقية من عند مرأة في الطينطان بواسطة غزة تنسويل، وجاتك 2000 من عند مرأة في تيغند بواسطة غزة تنسويل، وجاتك 3000 من عند مرأة في الكسار بواسطة غزة تنسويل، وجاتك 9500 من عند رجل في عين الطلح بواسطة غزة نسويل، وجاتك 2000 وقية من عند رجل في عرفات بواسطة غزة نسويل، وجاتك 5000 من عند رجل في روسو بواسطة غزة نسويل، وجاتك 10000 من عند رجل في سيزيام بواسطة غزة نسويل، وجاتك 10000 من عند مرأة بواسطة طبعا من دورة في كارفور بواسطة غزة نسويل، وجاتك 10000 من عند رجل في نواذيبو بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 2000 وقية من عند امرأة في الطينطان بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 5000 من عند رجل في كيفة بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 5000 من عند امرأة في نواذيبو بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 5000 أخرى من عند امرأة في عرفات بواسطة غزة نسويلم، جاتك 2000 من عند امرأة في ملح بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 5000 من عند امرأة في الكسار بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 10000 من عند امرأة في عين الطلح بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 10000 من عند رجل في أطار بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 10000 أخرى من عند رجل في بيكي بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 3000 من عند امرأة في كارفور طبعا كارفور مقاومة بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 2000 وقية من عند امرأة في بيكي بواسطة غزة نسويل، وجاتك 4000 من عند أحدهم معناها رجل امرأة بواسطة طبعا من سيزام بواسطة غزة نسويل، وجاتك 2500 من عند امرأة في عرفات بواسطة غزة نسويل، وجاتك 10000 من عند رجل والله امرأة بواسطة غزة نسويل، وجاتك 15000 من عند رجل في جوجت بواسطة غزة نسويل. جاتك 2500 من عند امرأة قرب طب الصداقة بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 2000 وقية من عند امرأة في الزعتر بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 12000 من عند رجل بواسطة غزة نسويلم طبعا رجل نواكشوط، وجاتك 4000 من عند امرأة في توجوني بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 1000 وقية من عند أعطاها لنا رجل في غزة نسويلم، وجاتك 1000 وقية من عند امرأة في توجوني بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 1000 وقية من عند امرأة في الكسار بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 700 معناها 7000
من عند احدهم في الربيعة الثانية في بواسطة موريتانيا تلكوم. جاتك 3000 من عند رجل والله مرة في ملح بواسطة موريتانيا تلكوم. جاتك 3000 من عند رجل في الداية 11 بواسطة موريتانيا تلكوم. وجاتك 4000 من وادي بواسطة موريتانيا تلكوم. وجاتك 6000 من عند رجل في النعمة بواسطة موريتانيا تلكوم. إذا جاتك 10000 من عند امرأة سلمها لنا ابنها قرب التلفزة الموريتانية. إذا جميع اللي جاك مليون من لقية و26,220 لقية سالم مولانا يشفيك بها يا ربي وملي بدنك بالعافية وجازي بالإحسان هذو اللي مشاوها جزاهم الله خيرا. إن هذه 100,000 هذو 200,000 هذو 300,000 هذا 400,000 هذا 500,000 هاي 600,000 هاي 700,000 هاي 800,000 هاي 900,000 وهذا 1,026,220 لقية. صار الحي القيوم إنه يشفيك وعافيك وان اخوتك هذا المشالك هذا يضاعف لهم الاجر وان يملأ جسمك انت بالعافيه يغفر لنا كاملين والدينا بالاحسان بالعافيه اسلام المسلمين. وهذا هو معنى الاخوه في الله. موريتانيا الحمد لله شعبها مسلم كامل متاخي في هذا الدين. والله عز وجل يقول انما المؤمنون اخوه. هذه الاخوه الاول منها بعد قاع ان مده التعاون وتعاونوا على البر والتقوى والاول منها ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. فنسال الله عز وجل ان يتقبل منهم وأن يجعل هذا ميزان حسناتهم. اللهم بارك لهم فيما أعطوا وفيما أبقوا. اللهم اشف به مرضاهم واصلح به أحوالهم واغفر لهم به واغفر للشفي والأخون أخونا هذا أخانا هذا رب العالمين. وتب علينا جميعا وعلى أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ورياتنا آمين. ساعدوني جزاهم الله خيرا ما شاء الله تقبل صيامهم ان شاء الله وكثر خيرهم ان شاء الله غير المساعدة اللي كنت محتاج لها حتى جزاهم الله خيرا ان شاء الله الله يوفق ان شاء الله. أعزائي الصائمين، تابعتم معنا تسليم هذه التبرعات من طرف الإمام الفاضل الشيخ عبد الله والعبد المالك. لقد امتثلتم قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. طوبى لكم ولأعمالكم فوز في الدنيا ونجاح في الآخرة. السلام عليكم.